فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله يعني فجزاهم الله بما قالوا. هم قالوا إيه؟ طبعا دي مرتبطة بالآية السابقة، الناس اللي كانوا من النصارى اللي لما سمعوا الحق اتبعوه وجهروا بإيمانهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالناس دي كانوا نصارى زي النجاشي رضي الله عنه، ثم أسلموا لما علموا الحق واعتزوا بإيمانهم وإسلامهم. قالوا إيه؟ قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يعني وأي لوم علينا في إيماننا بالله، إحنا بنتبع الحق حيثما كان، فعلمنا أن الحق في الإسلام والقرآن فأمنا، ليه بتلومونا وليه بتعاتبونا؟ ليه بتقولولنا خليكم على دين أبائكم وأجدادكم؟ ده مش مسلك صحيح، لأن لابد أن نترسم خطى المؤمنين الصالحين، مش نقلد الآباء والأجداد حتى وإن كانوا على ضلال. وما لنا لا نؤمن بالله، شوف الاعتزاز، وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا، بهذا الاعتزاز، بما قالوا من الاعتزاز بإيمانهم بالإسلام، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات من عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة، والأجمل أنهم خالدون فيها. زي ما قال بعض السلف، لو كانت الدنيا ذهبا يفنى وكانت الآخرة خزفا يبقى. لو الدنيا أحلى من الآخرة معنى الكلام، بس الدنيا بتفنى والآخرة بتبقى، لكان على العاقل أن يختار الذي تبقى عن الذي تفنى. فما بالك والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. يعني الآخرة أحلى وأدوم، يبقى يا أخوانا إزاي نبيع الآخرة ونشتري الدنيا؟ دي الدنيا محدودة، هتعيش آخرك يعني 90 سنة 100 سنة وستموت، لكن بعد كده في خلود أبدي. ولذلك الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. يقول يا ليتني قدمت لإيه؟ لحياتي، يا ريتني عملت لحياتي. حياتك اللي هي حياة الأخروية، لأن دي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فيها إشباع بالألف والنون، زي ما بتقول أنا عطشان، فيها مبالغة في العطش، أنا جوعان. لا هي الحيوان، يعني لا هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، يعني أحسنوا في القول والعمل بعدما أسلموا. أو يعني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا يقتضي إحسان في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، أن تؤدي ما أمرك الله به كما ينبغي.